منوصل لآخر فقرة من آخر موضة. من بداية برنامج آخر موضة طلعنا عليكم من أتوليه باسيل سودا، هالمصمم اللي خطفه الموت بعمر 47 سنة فانتقل إرث الموضة والأزياء لعائلته من بعده. دونيز زوجته وجاد ابنه اختاروا يحملوا الشعلة كل واحد على طريقته، فأكمل دونيز الإشراف على الهوت كوتور، أما جاد فخلق خط شبابي معاصر بيحمل اسمه. آخر موضة. I was walking through icy streams that took my breath away. Moving slowly through westward water over glacial plains and I walked a few. نحن دايما عندهم ومعقول ما نستقبلهم معنا. اهلا وسهلا فيك مدام دونيز وجاد سودا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم كمان. علي، نحن معودين دايما بزينوا لنا الباك جراوند بساطين مدام دونيز، وانا لما اكون رايحه على ايفنت شوي كاجوال بلبس من عن جاد. اوقات بحتار بينك وبين جاد لحتى اعرف شو بدي اختار، لانه اثنيناتكم فعلا من اجمل ما صمم بطريقه سامبل، حتى الشك عندكم حلو وسامبل. خبريني اكثر، السنه الكوليكسيون الجديده شو طاغه عليها الوان ومن شو استوحيتيها؟ كوليكسيون الكوتور هالسنه 2019، سمر 2019. اول شيء طاغه عليها الالوان الفاتحه، مستوحيه من سيركولاسيون اللي عم تمشي بالكون، بين الشمس كيف تعكس الوانها على القمر، كيف تعكس الوانها بصير عندك على السماء، النجوم كيف بتضوي، الانترودكشن بين الليل والنهار، هدول كلهم اشتغلنا عليهم. شو اكثر قماش استعملتيها بهيدي المجموعه؟ نحن استعملنا تول سوا، استعملنا ليس اللي على طول عنده حائز مميز عند باسيل سودا. صحيح. استعملنا الكريب، استعملنا الارغونزا، ارغونزا برينتد ارغونزا، والبروكار كان عنده جزء مميز مثل ما شايف هلا كمان دارين. انا كثير بحب البروكار، من اكثر القماش اللي بحبه، فيه كاركتر. صحيح. وتشز نحن على طول عنا اياها بامراه باسيل سودا، انه يكون فيها كاركتر. عندها كاركتر. بدي اسال جاد، لما تقرر دونيز على شيء معين، على تام معين، كيف بتكون اذا نصيحتك للوالده اذا انت مش على ذوقك هالشيء؟ ليك انا دائما بكون سبورت لمام، يعني شو القرار اللي بتاخذه انا دائما بكون معها، بس اذا بكون عندي شيء هيك نقطه معينه بدي ظبط فيها دائما بقول لها، وبتكون دائما she's open to my criticism. اها، في شيء مره دونيز وجاد هيك اتخنقتوا على فكره معينه، حدا حب يقنع الثاني بشيء؟ انا وجاد we melt together. اوكي. عاده اكيد هو من جنراسيون وانا من جنراسيون، اكيد بيكون في تناقض بالافكار، بس جاد عنده طريقه شوي بيعرف كيف يجيب الادجنس على اليونجنس. جاد حكينا مع دونيز قالت لي استوحتها من سيركولاسيون الارض والنجوم والوان اللي عم نحكي الشمس والسماء. لما نحكي عن جاد سودا الكوليكسيون الجديده بدنا نعرف من شو استوحيها بالبدايه. انا عادة وقت بشوف انسبريشن بشوف الانسبريشن بكل شيء حواليي، كل شيء خاصه بالارتس دومين، يعني في روح اخذ انسبريشن تبولي من شيء خاصه بالسيارات فور اكزامبل، او شيء خاصه بالاركتكتشر، وكل هدول بجرب لاقي شو الصله الحلوه بيناتهم واي امبلمنت ذم بشغلي. تتخيل الديجيتال رح يفوت بالفابريك؟ يعني رح نشوف شيء تقنيات جديده بمجال الموضه؟ بحس الالكتريسيتي اللايتنج حيلعب دور مثلا بعالم الموضه، بحس البرنس مثلا اللي مثلا مع الحراره بتغير لونه بصير مثل ما هلا عملوا السياره حطيتها انت عندك. صحيح. علي على الفيسبوك. صحيح. انه بتغير لونها بكبسه زر وبتصير غير لون، ممكن فستان يصير هيك. لا. انا حابب اسال مدام دونيز انه هالجنريشن ما بين افكار جاد المستقبليه وكلاسيكيه دار باسيل سودا، هلا انت عم بتعيش الصراع ما بين افكار وما بين مدرستين مختلفتين ولا لا؟
لا ليك مش عم بعيش صراع، بالعكس عم بعيش دمج حلو. منه هو صراع، هو نحن كلنا بنطمح لل يونغنس. بتشوف المدام بتجي لعندك بتقول لك انا بدي بين يونغ، بدي بين ضعيفه، بدي بين كلنا من وجر يعني كلنا بين توب موديل. سو مشان هيك الذكاء انه تعرف كيف تستقطب وكيف تتبنى هالافكار حتى تحطها بطريقه شيك صح. تلبق لهيدا العمر اللي بعدنا ما فينا نقول عنه اولد لانه بعده يونغ بس منه كثير يونغ، منه كثير كثير يونغ. يعني في متطلبات بحيالله ايفنت نحن بنحضرها بدها تحط مثل ما بيقولوا نقاط لها. بعد خبرتك مين بلبس اكثر المراه احلى، المصمم او المصممه؟ انت مرقت بهذه التجربه، المراه ام الرجل؟ ليك كل واحد عنده نفحه شكل خاصة. عنده فليفر شكل. الامراه بتحس بالامراه، بتحس شو اذا بدك النقط اللي بدها تخبيها بجسمها ما بدها تظهرها، لانه اكيد وذ ريسبكت للعمر في اشياء نحن ما فينا، قد ما واحد يعمل ليفتنج قد ما بده في اشياء بتضلها تبين. بينما الشاب وقت اللي بده يلبس بيلبس مثلا تنقول مثل بياخذ مثل جاد هيز ديزاينر صحيح، وهيز انتو كثير بتعني له الامراه. سو بحب تكون سكسي، بحب يبين خصره رفيع، بحب انه يعني كل واحد بيشوفها من منظار شكل. مين بيشوف جاد المراه البيرفكت؟ اي مراه بتعجبك كثير اليوم ان كان عالميا او محليا هيك حدا عن جد بتحبه بتطلع على صورها؟ اي لايك ا ليدي وذ اتيتيود، يعني تطلع فيها بتحسي انه بلا ما حتى تكون لابسه مثلا فستان تحسي انه عندها شخصيه قويه، شاز كاركتر فيها مثل ما بقولوا تركي حيالله رجال. مين مين مثلا بتطمح انت تلبس جاد؟ شارون ستون would be up there. بيلا حديد، جيجي حديد، كندل، كايلي. جينيريشن تبعولي. جينيريشن صغيرة. دونيس بتلاحظي انه لما تختاري كوليكسيون بتقولي بدي اشتغل على تكنيك منه منشاف ليبين الفستان حلو، او لما تشوفي قماشه بتقولي خي هيدي قماشه كثير حلوه ما بدي تعب راسي، هي لحالها بتحكي القماشه؟ لا ليك نحن عندنا بباسيل سودا على طول انا بقول لهم اذا كانوا كم موظفين صح بقول لهم بحسوا حالهم مرات انه عرفوا كل شيء، بس مجرد ما يطلعوا من الباب بحس انه وقفت المعرفه هون. ليه؟ لانه نحن لابوراتوار تحت صحيح، كله بنجرب ندرسه وننفذه بطريقه تكون جديده. ما في قماشه اذا بدك تحطها مثلها يعني مثل ما هي بتبين مثلك مثل غيرك. بينما نحن مميزين بهالشغله، نحن وي تريت ذا ماتيريال بطريقه نبرز فيها الاشياء المخبيه، يعني بتحب تعطيها هويه صح يعني. اكيد هويه جديده حتى مش هويتها، لانه البروكار هو بروكار، اذا انا استعملته اكس استعمله جاد استعمله، بس كل واحد بيستعمله بطريقته. انا الطريقه اللي بستعمله فيها بيبسي سودا لازم تكون مميزه. الدانتيل الكل مثلا بحط الدانتيل تنقول فستون لازم يبين فستون، نحن استعملنا بفتره من فترات الدانتيل بلا فستون which is عطيت مودرنيتي للقطعة صحيح. جاد اليوم لما انت تكون عم بتلبس الموديل شو بتحرص تبين اكثر شيء بتيابك عليها للموديل؟ ليك في certain سلوات نحن بنشتغل عليها it emphasizes يعني the woman's body. في عندك you work with broad shoulders for example, small waist and hips، يعني في اشياء مثل كانه الباز بتشوفيه اتس ان اكزوسكلتن، اكثر شيء بتركز عليهم اكثر شيء بتطلع عليهم بيلقط النظر يعني اكثر شيء. وبتنقيهم شقر ولا سمر؟ ليك انا وصغير كنت احب الشقر كثير، هلا ام مور انتو سمر. اها مدام دونيس شو نصيحتك اليوم لجاد ولكل ديزاينر جديد عم يدخل معترك فينا نقول هالعالم الموضه بعده جديد؟ لكن النصيحة هي واحدة، إنه عطول يكونوا هن يعني تطلع القطعة من
منهم من جوا، يعكسوا شخصيتهم بالقطع، ما يقلدوا حدا لانه التقليد كثير هين، بس تطلعي شيء انت حاسه فيه هذا الصعب. وهون التشالنج فيهم اذا بكفوا ولا لا، هذا هو التشالنج تبعي. انا حابب اعرف كمان من مدام سودا شو المستقبل، شو البلان محضرينه بالمستقبل القريب ولا بعيد؟ الاستمراريه اول شيء، اللي هو اهم شيء، اللي هو أهم اصعب شيء واصعب شيء فعلا، لانه كثير هين تنجح بعمل معين بس كثير صعب تضلك محافظ على النجاح. رح نشوف دفليات قريبا أكيد بمجالات معينه ببلاد معينه، وعرفنا كمان انه في حدا شيء عرس ملكي رح يكون بلندن بقصر بيكنغهام. نعم حيكون في فاميلي فروم بوليوود، اوكي they are the, from the biggest families عندهم شان اوتيلات بلندن، اوكي عندهم بنوتهم عروس حتلبس فستان باسيل سودا، يعني فستان العرس باسيل سودا فستان العرس بيكنغهام. شو حلو، واول عرس بيكون موجود رح ينعمل رح ينفتح له بقصر نحن بانتظار هالحدث يلي فعلا رح يكون مهم وناطرين الصور والفيديو وكل شيء. اكيد الصبايا اللي بيقصدوا دار باسيل سودا لما يكون عرسهم عشو بيكونوا عم بينبشوا لما يكونوا موجودين قدامها لدونيز؟ يعني شو السؤال بسمعي كثير اذا عندكم اياه موجود، وانت شو بتنصحيهم؟ ليكي الصبايا اللي بفوتوا لعنا عاده بيكونوا عم بفتشوا على هن حالهم كاركتيرهم، لانه كثير هلا ما بقى الوضع مثل قبل. قبل كنت تلبس العروس فستان باف انجأ تقدر تتحرك فيه ما تحس العرس عرسه، صح؟ هلا لا، هلا تغيرت الايامات، هون صار عم بفوت اليونغ جينيريشن والسبيريت على هالفيلد. اليوم عم نلاحظ لما اطلع في حفظتي على تاتش باسيل سودا بس بطريقه مودرن اكيد. كيف عم تقدري تعملي هالشيء مع سنين عم تقطع ونحن بعدنا لما نفوت بنحس وبنشعر وبنشم ريحه باسيل سودا بكل قطعه، قد ايه صعبه هالشغله؟ ليكي قد ما هي صعبه قد ما هي بس تكوني ان بيس اوف مايند، بتحسيها عم تطلع منك جوا من جوا. يعني انا بس اطلع بالفستان بقول انا اذا باسيل موجود كيف كان فكر فيه لهالفستان؟ ومن هون بتنطلق الستوري بيني وبين الفستان تنوصل للشيء اللي انت عم بتقوليه. فعلا فيك most of the clients بفوتوا بقولوا مش معقول ما بنحسه فل، بنحسه بعده موجود كانه مسافر وراجع، بعدها روحه موجوده. وهيدا الشيء اللي ببرهن انه باسيل سودا عنده ايدنتيتي، نو واي انه حدا يسرقها منه. اخر موضه.